نصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. والهيئه العامه للارصاد الجويه اعلنت ان النهارده الطقس هيكون شديد الحراره راتب على القاهره الكبرى، وكمان هيكون على قارب وجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشماليه، وبالليل هيكون معتدل الحراره راتب على كل الانحاء. دلوقتي خلونا نروح نتابع مع حضراتكم درجات الحراره في محافظات مصر، مبداها من القاهره والعظمى 36، الصغرى 25، اسكندريه 31 24، مطروح 30 24، سيوه 37 24، بورسعيد 32 25، دمياط 32 25، اسماعيليه 38 24، السويس 36 25، العريش 33 24، طابا 36 25، كاترين 35 18، شرم الشيخ 41 29، الغردقة 38 28، الفيوم 36 24، بني سويف 37 25، المنيا 38 25، أسيوط 38 25، سوهاج 40 25، قنا 41 25، الأقصر 41 27، أسوان 42 27، الوادي الجديد 41 25، شلاتين 38 29، وأخيرا حلايب 36 30. في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام اللي جاية، خلي بالكم من الساعات الذروة، من خاصة من الساعة 12 للساعة 3، نكتر من شرب المية في الوقت ده وما نتعرضش للأشعة الشمس المباشرة. هرجع مرة تانية لأحمد وبسنت عشان نكمل معكم فقرة صباح خير يا مصر. شكرا لك. شكرا لك.